قام السفير الاتحاد الأوروبي في مصر والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بزيارة لمقر جمعية الهلال الأحمر المصري لمتابعة توجيه المستلزمات الطبية للوافدين من السودان. هذا يقوم الهلال الأحمر المصري منذ بدء الأزمة بتقديم جهود الإغاثة عبر معبري أرقين وقسطل، حيث قدمت فرق الجمعية المواد الغذائية وحقائب النظافة الشخصية، علاوة على تقديم خدمات الدعم النفسي بجانب تسهيل إجراءات السفر وتقديم وسائل الاتصال بين العابرين وذويهم. في هذا السياق قال الدكتور رامي الناظر مدير جمعية الهلال الأحمر المصري إن الهلال الأحمر يقوم بتقديم الخدمات على مدار الساعة للوافدين من السودان عبر معبري أرقين وقسطل. وأكد الناظر تقديم أكثر من 200 ألف خدمة للوافدين ممثلة في المواد الغذائية وحقائب النظافة الشخصية وغيرها من الخدمات منذ انطلاق الأزمة. منذ اللحظة الأولى الهلال الأحمر المصري متواجد بفريق من الموظفين والمتطوعين قوامه 135 موظف ومتطوع بيعمل على مدار الساعة من أجل تلبية الاحتياجات للسادة العابرين سواء المصريين أو غير المصريين. قدمنا خدمات أكثر من 200 ألف خدمة متمثلة في المواد الغذائية، حقائب النظافة الشخصية، تسهيل عملية المواصلات، تخليص الأوراق الخاصة بكبار السن والمعاقين، وأيضا الخدمات الصحية المختلفة بتشمل الكشوفات وبعض التحاليل والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية ووزارة الصحة حين الاحتياج إلى ذلك. البرنامج والخدمات دي ابتدت منذ يومين منذ اندلاع المشكلة في السودان وبتوجيهات السيدة نائب رئيس الجمعية نحو إقامة المراكز الإنسانية الإغاثية اللي بتعمل ليس فقط في الاستجابة العاجلة ولكن في خطط بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في مصر ووزارة الضمان الاجتماعي لأجل العابرين سواء كانوا من المصريين أو غير المصريين. بشكر جزيلا برضو الاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية على الاستجابة السريعة في مساعدة الهلال الأحمر المصري في تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثة.